في الحلقة الماضية ما عنده هوية ولا شخصية. إذا هم يشوفون إنه أنا ناس ما طلعت أوكي. شيف رضا سلم سكينك وأمشي. وفخورة كتير في مشاركتي في توب شيف. في الحلقة القادمة مطلوب منكم في الاختبار تحضير طبق للفطور نجمه البيض. في خلاط. لا لا لا. على من الدور في تسليم سكاكينه؟ خسارة. هذا الأداء ما في كافي بتوب شيف. ولا لك كده ما في ولا اختبار حتسويه. توب شيف مش أي شيف. الليلة 9:30 بتوقيت السعودية على NBC1.